خلينا بقى نروح بعد كده مع اخبارنا. واول خبر النهارده خاص طبعا بفريقنا الفريق الاول لكره القدم النادي الاهلي، هيرجع للتدريبات النهارده بعد راحه 48 ساعه عقب طبعا مباراه المصري واللي انتهت بفوز الاهلي 2-0. الفريق هيبدا بقى النهارده الاستعداد لمواجهه وادي دجله المقرر اقامتها يوم الجمعه الجايه في اطار منافسات مسابقه الدوري. وطبعا كلنا عارفين ان الاهلي متصدر المسابقه برصيد هنا 62 نقطه.